قابلت انت قبل كده حاجات ما بتحبهاش في المصيف؟ يعني مثلا انا هحكي لحضرتك على حاجه. يعني لسه من قريب مثلا في العيد قررنا ان احنا نروح الساحل الشرير. تمام، فطبعا ده قهر يعني غلطه. فقالت لي يلا هنروح في العيد، فخدنا بعض ورحنا. ورحنا مفيش حد، الدنيا فاضيه، مفيش بني ادمين، جينا داخلين هيسان ده على الباب، راح فاتحين الباب، ايه ده في ايه؟ انتوا يعني ايه السهوله دي؟ دخلنا جوه لقينا الدنيا قافله، مفيش مطعم فاتح. خدنا بعضنا ورجعنا. يعني ما قعدتش ثلاث ساعات؟ مفيش لحظات سعيده بالنسبه لي طبعا، انا من جوايا مبسوط قوي، انا عملت اللي عليا. وانت ما حسيتيش انه بيتلائم وهو اللي مقفل المحلات؟ لا، ما كان في خناقه بقى لما رجعنا. ايه؟ ما كانت خانقنا بقى لما رجعنا في الريست؟ اتخانقتوا في الريست ولا ايه؟ نزلتها في الريست انت؟ والله يعني انت بتحوشي علشان تطلعي ولا بتعملي جمعيه ولا بتعملي؟ لا بحوش اكتر. بحوشه يعني. يعني بحط فيه يعني بادجت معينه انا للسفر وللحاجات اللي هي فيها انترتينمنت شويه في حياتنا يعني. بس ايه اهم حاجات بتاخديها معاكي بقى وانت مسافره؟ لا ده انا اقول لحضرتك عليها دي بقى. اتفضل. انا بحكم شغلي مثلا انت شايل يا عيني. والله سي بي بقى معاك. لا عشان اجي بقى انا بتاعتي انا دي. لا بتاعتي انا هو جاي يفضحني والله، هو قال لي انا هجي افضحك ان شاء الله. انا بحكم شغلي يا استاذ احمد ساعات بيجي لي مثلا سفريات. تمام؟ فاول ما تيجي المكالمه مثلا عندي سفريه مثلا في دبي، ابص الاقي بالليل الشنط نزلت، اجي بالليل الاقي الشنط مرصوصه في الارض. ايه ده؟ ده لسه السفريه كمان اسبوعين. لا خلاص الهدوم اتحطت فيها وتلبس منها وهي الشنط على الارض. ومفضيه الدولاب كله في الشنط. طب يا بنتي انت ممكن ما تروحي؟ ما ينفعش بقى ان انا ما اروحش، انا جايه انا جايه. طب حاضر ماشي. يعني هكمل لحضرتك بقى مثلا. اخر مره رحنا دبي فهي جت معايا قهر. انا كان عندي شغل. فانا قاعد كان في قهراك ايه على طول؟ والله لا ده حاجه مش واثقه فيك شكلها. لا لا خالص. لا مش ثقه خالص. فانا قاعد كان في ايفنت كده من مش عايز اقوله هو ايه يعني. فقاعد فيه فجاه لقيت الموبايل عمال تيجي رسايل. هي قالت لي ان انا هنزل راح شوبينج، الاقي ايه رسايل؟ تم خصم، تم خصم، تم خصم. فانا قاعد هتجيلي جلطه. ده يخد الفلوس ولا ايه؟ تحوشت عمري. انا كل اللي قالته ان هي نازله تشتري كريم. ما هي بتبتدي بالكريم. طب عشان بس العين وده مش موجود في مصر. بتبتدي بالكريم. فبعدين قلبي وابص كده ان شاء الله غلط. والله ما تعرفش طبعا ان انا هاجي احكي لده. فان شاء الله غلط، ان شاء الله غلط. ايه الرقم ده؟ فيه ايه؟ بعدين انا قاعد بقى، انا قاعد عايز اقوم ما ينفعش اقوم. انا قاعد في مؤتمر يعني. راح الاوضه، داخل الاوضه يا استاذ احمد، اول ما بفتحها قلت لا اكيد دي مش هي، الاوضه غلط. دخلت محل. ده ايه كميه الشنط دي؟ فبقى قلت لا ان شاء الله غلط. بقى في الباب سمعت علوي. لا هي الاوضه بقى. رحت داخل. ايه ده؟ في ايه؟ يعني إيه كل الناس بتروح دبي تعمل اشتريتي ايه؟ طب يعني اشتريت هديه. انت قايله له هشتري كريم. هديه. ايه الشنط بقى ليا؟ هديه. ما احنا سافرنا يبقى لازم نجيب هدايا للناس. يعني بنجيب هدايا. لا هدايا ايه؟ هي مش كده طبعا، هدايا للاهل. وطبعا عشان ترشيني فاضطر ان هي تجيب هدايا لاهلي. فكده انا اسكت بقى خلاص. خلاص بقى. هتعمل ايه بقى؟ وانت اللي بتدفع. بس في نكت شهرين لما رجعت. طول بقى خلاص. بيبقى ايه بقى؟ فضل يذلني ببادجت دبي دي مثلا سنه. لا ده ما بقاش فيها صيف السنه. لا ما قعدنا يقول لك ما احنا رحنا دبي. ما احنا رحنا دبي. لا مفيش مصر. لا لا ما صيفناش والله. يعني انت شايف ان الفلوس اللي بتتصرف في المصيف يعني البيت اولى بيها؟ والله العظيم ما لهاش. انت شايف كده؟ والله اقسم بالله.